معانا 250 جرام سميد عليهم 50 جرام جوز هند حبيب البسبوسة طبعا. ده الخام بتاعنا. رمضان كريم على الكل يا جماعة، ولازم تجربهم يعني كل حاجة احنا بنعملها. الكنافة بجد اشكالاتها جميلة، وان شاء الله هتشوفوها بأرضك في الاخر هتبقى شكل جميل جدا. معانا ان شاء الرحمن 100 جرام لبن، 50 جرام سمنة، 50 جرام عسل، و100 جرام سكر. تمام، ده كله ده مع بعضه؟ ده كله مع بعضه. تمام، ده كله مع بعضه. هنبدأ نقلبهم. بسم الله. طب هتقلب انا يا شيف وانت تمام لغايه لما القوام يتماسك. تمام، مفيش مشكله. الكنافه بقى احنا بنحاول نساعد. لا هنساعده، لا احنا هنشتغل كتير مع بعض. يعني هبقى كويسه يعني وابقى مساعده شيف بعد كده. حاجات سهله وبسيطه خالص. احنا بنشوف الحاجات دي بتبقى غاليه جدا في الاماكن هي الكنافه بس لازم تكون الكواليتي بتاعها عالي شويه. ايوه، لازم نتعرف بقى ازاي في اختلاف في الكنافه ذات نفسها. العود ذات نفسه، عود الكنافه لازم يكون رفيع. عود الكنافه تكون الكنافه ناعمه، ما تكونش خشنه. الخشنه دي بتطلع كنافه خشنه في في الاكل بتاعها وتكون ناشفه شويه. اما العود الكنافه لما يكون ناعم ورفيع بيديك كواليتي اعلى، وتكون الكنافه بيضه ما تكونش غامقه. الكنافه البيضه دي بتبقى كنافه باللبن، في باللبن وفي بالعسل. في دلوقتي بسم الله ما شاء الله المصانع عامله لنا كنافات كتير قوي قوي. هنبدا في التفصيل. تمام، بسم الله. لازم الطبقه تكون رفيعه خالص. ليه؟ عشان دي هتكون اربع طبقات مش طبقه واحده. طبقه الكنافه معانا وهتتبصم. هتنكبس يعني كبسه بسيطه. هتنكبس كبسه بسيطه خالص كده عشان تكون متماسكه معانا. هتعملها طبقه واحده يا شيف ولا كذا طبقه؟ لا، هي طبقه كنافه واحده مع طبقه البسبوسه اللي مع حضرتك. تمام، وما بينهم بقى الكريم شانتيه بالقشطه. بسم الله كده. تمام تمام كده، عسل. تمام ماشي. بسم الله. بسم الله. ما نحطش زيت ولا حاجه. لا دي بتبقى انا مسمنها. طبعا اللي تحتها ورقه زبده عشان طبعا لما تقلبيها تكون ايه سهله معاكي. سهله معاكي، هتتشال. هتتشال عشان كده لو ما حطيتيش ورقه زبده هتبقى معاكي يعني لازقه في الارضيه. لا هتبقى تلزق في الارضيه. دلوقتي هتبقى سهله معاكي خالص خالص. هتبقى سهله معاكي وبسيطه. اللي انت تقدري تعملي منها تقلبيها بسرعه وما تبقاش ايه ما تبقاش بالطريقه الايه اللي هي تلزق في الارضيه وكده وتغلبك في الارضيه. اما ورق الزبده هيحفظها لك وهتبقى كويسه خالص معاكي. هي الطبقه بتكون خفيفه خالص خالص معاكي. راعي برضك الحاجه دي. طب اعمل حاجه لا انا هنخش بقى في الكنافات الثانيه. احنا كده كده خلصنا خالص الايه المدلعه. بسم الله المدلعه كده. هنحط ايه؟ هندخل الايه النار. إيه على كام درجة؟ كام درجة حرارة؟ 160. 160 نشنال المدلعة. تمام، هنحط عليها طبقتين كريم شانتيه. تمام، هاتي لي اللي عندك بقى. اوكي، على مهلك على مهلك. خلاص طريقة. انا ماليش في المطبخ. لا بصي، هو الطرق بتاعتنا كلها سهلة وبسيطة يعني، بس عشان احنا معانا طرق كتير خالص فاحنا مش عايزين برضو ايه يعني نزحموا المكان بطريقه ايه كبيره. لا هو ما شاء الله الفنش جميل. انا عايزه الكاميرا تجيب لا المدلعه دلوقتي لما تتفنش كمان عشان المدلعه برضك. بسم الله ما شاء الله احنا مدلعين كل حاجه وشكلها تحفه من احنا صايمين طبعا مش هنعرف ندوق بقى يا جماعه. بيقولوا دوقي هتبقي ترين. دوقي وهتبقي ترين. لا دوقي رمضان. طبعا رمضان يومه ما يتعوضش. لا فعلا والله فعلا والله يعني رمضان كل سنه وانت طيب وان شاء الله السنه الجايه بخير. امين يا رب. اللهم امين. هنحط بقى حاجه معينه. ادي المدلعه، ادي الفينش. مش الفينش بتاعها كده، احنا دخلنا في الايه الحشوات بتاعتها. الفينش الاخير بتاعها فينشها ايه؟ كريم كراميل. تمام،
بس مش كريم كراميل اللي احنا بنعمله في البيت عشان بيكون المزازه بتاعته عاليه خالص. ايوه تمام بس كده ادي الكريم كراميل. اه في الـ في الـ في الفينش الاخير اكيد طبعا الرسمه بس تمام. الرسمه الاخيره بتاعتها عشان هي بتحب رسمه ايه معينه هنريكها بيها. هي بتتعمل عندنا في صواني كبيره وبنعمل حلقه بالاسبتول. الاسبتول بيساوي الايه الحاجه على طول مش في صواني. دي صواني رمضان مخصصه لايه رمضان حاجات رمضان الحاجات رمضان معانا برضو. بسم الله شوكولاته. تمام شوكولاته. الرسمه بتاعتها انا هرسم لك رسمه خفيفه خالص سهله بسيطه. احنا الوقت يا جماعه اسفين على الوقت والله بس وان شاء الله الشيف معانا على طول اي حد عايز اي حاجه عينينا طبعا. الرسمه بتاعتها سهله جميله خالص جميله خالص. الحاجات اللي هي الثانيه اللي احنا عاملينها اهيت الكنافه الكنافتنا تعملي رسمه اللي انت عايزاها. الرسمه اللي انت عايزاها الرسمه عملتي اللي انت عايزاها ما يعني ما تتكسرش. نحشوها إيه؟ هنحشوها دلوقتي عشان انا كنت سايبها بس تحت عشان ايه بس. عشان ايه تبقى ايه كويسه معانا في الايه المدلعه. السلام يا سلام على الاشكال بقى ونحط شويه دي كمان اهو اللمسه التاتش الاخير بتاعك. أيوة. اللمسه الجميله بتاعتك. تسلم يا رب. ادي المدلعه الله بكل تحفة تكاتها بكل الفينيشات بتاعتها. لا لازم نشوف المدلعه اهي اهي المدلعه اهي تمام. ايه تاني؟ وده اللي وده دي انا هنظبطها لك برضه تمام.